سجلت مملكة البحرين انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 602 حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 5103 حالات، منها 11 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وثلاث حالات في وحدة العناية القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 626 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 552,034 حالة.